اتخذت وزارة الداخلية جملة من الإجراءات لتنظيم عمليات ذبح الأضاحي وذلك لضمان توفير الظروف الملائمة لمرور العيد في احترام تام للتدابير الصحية والوقائية المعتمدة من قبل السلطات المختصة لمواجهة فيروس كورونا وستسلم السلطات المحلية للجزارين المهنيين رخصا تؤهلهم لممارسة هذه الشعيرة الدينية حيث سيخضعون مسبقا لاختبارات الكشف عن الفيروس و سيتم تزويدهم بالادوات والمواد الكفيله بضمان احترام الاجراءات الوقائيه هذا وتدعو وزاره الداخليه عموم المواطنين الى الحرص على التعامل بشكل حصري مع الاشخاص الحاملين لهذه الرخص وعدم اللجوء الى اي شخص غير متوفر عليها وذلك تفاديا لخطر الاصابه بالعدوى